بنت ولد ولا بنت؟ أشعري لما أشوف فيديوهاتك أحس بك بنت، ولما أسمع صوتك إعدادات مخي تفجع عمول إيرور. كيف أصارحكم؟ أنا من زمان من جيش البيض بس ما أعرف بشر ولد ولا بنت. بنت بنت ولا ولد؟ يعني تصرفات وفيديوهات مثل البنات؟ هو سؤال، أنت اشتراك بتصرفاتي؟ يعني عايش معي بالبيت ولا إيش؟ أصلا مشكوك في أمره. لوين لوين جايين؟ ليك حركة أمل ليك؟ لوين جايين؟ لورا لورا. اوكي الان سندخل الى القناة. حاس نفسي بدخل لعالم زمردة. اوكي ندور محتوى البنات. وين محتوى البنات؟ محتوى الغلاف الطبيعي ذا هو محتوى الغلاف اللي هو عادي اذا ولد قدمه، يعني ما في اي شيء غلط. محتوى هذا الضحك الطبيعي، يعني ربي اللي يسمع كلامهم بيقول اني انا بقدم طريقة كيف تحطين اي لاينر او مكياج. الحين انت بنت ولا ولد؟ ما فهمت شيء، يوم تقولي بنت ويوم تقولي ولد ما فهمت. اتمنى تردي على تعليقي. بنت ولد ولا بنت ولا بنت؟ مقتحمة شخصية ولد، احس جايبة اخوها يتكلم بدل عنها عشان نقتنع انها ولد. يعني بعيدا عن كل شيء، انا كنت ولد ولا بنت؟ بالنهاية انت جاي تتابعني عشان المحتوى ولا جاي تتابعني عشان انا بنت ولا ولد؟ وممكن تقولوا لي بالتعليقات شو محتوى الاولاد؟ عندهم محتوى غير تصاميم كريستيانو. يعني حتى لو انت بنت لو ولد لو اي شيء، مو حرام نهائيا تتابعي ولد او تتابعي محتوى ولد ما بطلع له وش ولا شيء. I'm